شكرا لمن أهداني. شكرا جزيلا، جزاها الله خير. تذكروا البارحة لما سرت بيتهم حبيت يوسف أفندي أو نوع البرتقال اللي عندها، فقلت لها أبا عود أزرعة، عود بس، وما شاء الله مبلغ عود طرشت لي إياه، أظني نصها لشيرة اقطعتها ويابت لي إياها، فديتها أنا وفديت قلبها، ربي يحفظها يا رب العالمين. عاد الحين إن شاء الله بطلع أعواد من هذه الشجرة، أعواد إن شاء الله بتكون أعواد كثيرة، وبزرعها بإذن الله تعالى بإذن الله. فحبيت صراحة طعم الفاكهة البارحة، حبيتها حلوة وفي البيت يعني ومنظرها حلو، فسبحان الله على طول قلت لها أبعود، وما قصرت جابت لي إياها إزاها الله خير مثل ما أنتوا شايفين، ما قصرت القنوبية.